ورحمة الله وبركاته. المحاضرة بتاعتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها على البروسيلا. زي ما احنا شايفين يا شباب، عندنا البروسيلا ديزيز اوف انيمال. زي ما احنا شايفين جوت، في كاو، في دوجز كمان كان بي افكتد باي البروسيلا، وهنشوفها دلوقتي. يعني هو البروسيلا ده مينلي ديزيز اوف انيمال، بيتنقل للهيومن فيبقى ده زونوتيك ديزيز. الاوبجكتيف عندي في المحاضره النهارده اول حاجه ايدنتيفاي تايبس اوف بروسيلا، ديسكرايب مورفولوجي كالتشر كاركتر اند بايوكيميكال رياكشن اوف بروسيلا، اكسبلين باثوجينيسيس اوف بروسيلوزيس، هنتكلم على ديزيز، ايدنتيفاي ديفرنت ميثود اوف لابوراتوري دايجنوزيس، اكسبلين تريتمنت. اول حاجه عندي نعرف ايه هي الكاركتر بتاع الفاميلي دي. زي ما احنا لسه قايلين حالا واحنا بنتكلم في الرسمه بتاعه المقدمه، ممبرز اوف ذيس جينيس ار باثوجينيك تو انيمال، ده mainly disease of animal zoonotic disease، تمام، transmitted to man causing brucellosis، بيتنقل للمان وبيعمل لي disease اللي هو اسمه brucellosis او مالتا فيفر، هنتكلم عليه. اول حاجة عندي اربع انواع من انواع البروسيلا، four types of brucella، وكل نوع من انواع البروسيلا بتأثكت نوع معين من انواع الانيمال، ومن الانيمال ده يقدر الانفكشن يتنقل للهيومن. زي ايه؟ بروسيلا ميليتينياس ميليتينياس causing infection in sheep or goat، Brucella abortus causing abortion of cattle، Brucella cebus causing infection in pig، Brucella canis cause infection in dog. عندي كل جروب من الفور دول كل ممبر منها بيعمل لي infection لنوع معين من انواع الانيمالز، ومن الانيمال ده يقدر الانفكشن بعد كده يتنقل للهيوم. اول حاجه هنتكلم فيها في المايكرو اورجانيزم ده المورفولوجي، عايزين نعرف المورفولوجي بتاعه ايه. اول حاجه عندي نتكلم في المورفولوجي، شيب ارينجمنت ستين موتيليتي كبسول اند سبور. المورفولوجي بتاعه زي ما احنا شايفين جرام شورت كوكو باسيلاي، ده الشيب. طب قبل ما نتكلم على الجرام ستين، زي ما احنا شايفين ده الباسيلاي عباره عن شورت كوكو باسيلاي. كوكو باسيلاي اللي هي الاقرب بين الكوكاي والباسيلاي، لو انتم فاكرين احنا خدنا الانفلونزا الموبلس انفلونزا كانت كوكو باسيلاي، بيبقى شكلها بين الباسيلاي والكوكاي، تمام. الارنجمنت ملهاش سبيسيفيك ارنجمنت، لما اجي ابص على الميكروسكوب ما بشوفش ارنجمنت معين بيميزها، لا راندوم ارنجمنت، تمام، او نون سبيسيفيك. الستيننج زي ما احنا شايفين في الرسمه هي اقرب للبينك مش فايلوت، بتبقى الجرام نيجاتيف، موتيليتي نان موتايل نان كابسوليتد نان سبور فورم، لا في كبسول ولا موتايل ولا سبور فورم. دي اول نقطه في المايكرو اورجانيزم ده. تاني نقطه يا شباب هنتكلم عليها في المحاضره بعد المورفولوجي، كالتشر كاركتر. ايه هي الكالتشر كاركتر بتاعه المايكرو اورجانيزم ده؟ اول حاجه عندي نوع الميديا اللي بيطلع عليها المايكرو اورجانيزم، تاني حاجة التايم الوقت اللي بياخده عشان الجروث، تالت حاجة تمبريتشر، رابع حاجة اكسجين ريكويرمنت. أول حاجة نوع الميديا المايكرو اورجانيزم ده مش بيطلع على أي ميديا، لأ بيطلع على انريتشد ميديا، تمام. فاكرين واحنا بنتكلم في الجنرال في أول محاضرات قسمنا الميديات لانريتشد وسيلكتيف وسيمبل ميديا وديفرنشال ميديا. عندي هنا الانريتشد ميديا اللي بيطلع عليها المايكرو اورجانيزم ده لها أسماء معينة، بورسيلا أجار، جرين هارت انفيوجن اجار، تريبتوكوس سويا اجار، وتشوكليت اجار، تمام. دي انواع الميديات اللي بيطلع عليها المايكرو اورجانيزم. طيب بالنسبه للتايم، ايه هو الوقت اللي بياخده المايكرو اورجانيزم ده عشان الجروث؟ من 24 ل 48 اور. فاكرين واحنا بنشرح قلنا ان معظم الايروبس والفاكلتيف ايروبس بياخدوا من 24 ل 48، اللي بياخد وقت اكبر كان انواع معينه من انواع المايكرو اورجانيزم، وكان كمان الانيروبس. الانيروبس كان معروف ان احنا مش قبل 48 اور عشان ابص على الجروث بتاع المايكرو اورجانيزم ده اشوف حصل جروث ولا لا. تاني نقطه تمبريتشر، درجه الحراره البودي تمبريتشر من 35 ل 37 درجه. طيب ايه هو الاكسجين ريكويرمنت بتاع المايكرو اورجانيزم ده؟ المايكرو اورجانيزم ده ستريكت ايروبس وريكواير 10% سي او 2 is required for primary growth of Brucella abortus and not for others. فاكرين واحنا بنقسم في الاول قلنا بروسيلا ميليتينياس وبروسيلا ابورتس وسيوس وكانت، اللي بيحتاج ال 10% سي او 2 هو النوع بتاع البروسيلا ابورتس، تمام يا شباب. دي رسمه عندي بتوضح لي اشكال الميديات اللي بيطلع عليها المايكرو اورجانيزم. اول حاجه عندي بروسيلا بلاد اجار، تاني نوع برين هارت انفيوجن اجار، تريبتيكوز
تريبتي كيف صويا اجار، ده شكل الميديا. واخر حاجة عندي للشوكليت اجار اللي احنا عارفينه، ده انواع الميديات اللي بيطلع عليها البروسيل. تمام. طيب نتكلم بقى على البايوكيميكال رياكشن. في 3 بايوكيميكال رياكشن بيميزوا المايكرو اورجانيزم. اول حاجه عندي الاكسيديز، اكسيديز بوزيتيف، دي نقطه مهمه جدا، لان كانت الحاجات الاكسيديز بوزيتيف عندنا نقط معينه كنا بنميز، زي مثلا كنا نعرف ان السودوموناس اكسيديز بوزيتيف، النيسيريا اكسيديز بوزيتيف، عندي هنا كمان البروسيلا اكسيديز بوزيتيف. تاني نقطة كاتاليز، عندنا كاتاليز بوزيتيف، عندها الكاتاليز انزيم اللي بيعمل فيرمنتيشن لل H2O2. تمام، بيعمل بريكج ال H2O2. اليوريز، عندها اليوريز انزيم، يوريز بوزيتيف برضه. تمام، يبقى دول الثلاثة بايوكيميكال رياكشن اللي بيميزوها كل الأنواع، كل الأنواع كاتاليز بوزيتيف، أوكسيديز بوزيتيف، ويوريز بوزيتيف. تمام، لكن في بقى تستات بتميزهم بايوكيميكال رياكشن بتميز الأنواع، زي ما احنا شايفين كده حاجة اسمها ال H2S برودكشن. ال H2S برودكشن ان البكتيريا دي بتحول الفيروس سلفيت تو فيروس سلفايت. لا، الفيروس سلفايت ده لونه اسود، ان انا بحطها في ميديا معينه بيبقى فيها ماده اسمها فيروس سلفيت. الفيروس سلفيت لما بيتحول لفيروس سلفايت بيظهر اللون الاسود اللي عندي ده. تمام، طب اي نوع من الانواع بيطلعوا لي ال H2S اللي هو الفيروس سلفايت؟ نوعين اتنين بس، نوع الابوكسيلا ابوكسيلا البوكسيلا سيوس هي اللي بتبروديوس H2S. تمام يا شباب، عشان كده بيطلع اللون اللي احنا شايفينه ده. يبقى مش كل الانواع بتطلع لي ال H2S، لا عندي نوعين اتنين، البوكسيلا ابوتس والبوكسيلا ثيوس، ودول بيفرقوهم من النوعين التانيين اللي هم الكانس والميليتينيس. تمام، لكن اول ثلاثه بايوكيميكال عشان اللي اتكلمنا عليهم كل انواع البوكسيلا بوزيتيف، لكن هنا عندي التست ده بيفرق جوتون نوعين من النوعين التانيين. بعد كده عايزين نتكلم على الفيرولنت فاكتور بتاعة البكتيريا دي. فاكرين الاستراكشر بتاع السيل وول بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا؟ كنا بنتكلم على الجرام نيجاتيف بكتيريا كان فيها بيكيدو جلايكان ثين لير، وكان فيها كمان عندي لايبو بوليساكرايد. لو انتوا فاكرين الجرام نيجاتيف بكتيريا كان من اهم حاجة بتميزها اللايبو بوليساكرايد، اللي كانت بتعمل لي اندوتوكسيك مانيفستيشن لما المايكرو اورجانيزم بيدخل الجسم. عندي هنا اللايبوبوليساكرايد ده من اهم فيرولنت فاكتور بتاعه، زي ما احنا شايفين كده ده الاستراكشر بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا. عندي اللايبوبوليساكرايد الموجود في الاوتر انفلوب ده من اهم فيرولنت فاكتور عندي في البوسيل. بيعمل ايه بقى اللايبوبوليساكرايد ده عندي؟ اللايبوبوليساكرايد ده ميجور فيرولنت فاكتور از ويل از ميجور سيل وول انتيجن. تمام، بيعمل ايه بقى؟ هاز اندو توكسيك اكتيفيتي. لو انتوا فاكرين واحنا بنشرح في الجنرال في السيل وول بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا كنا اتكلمنا على الاندو توكسيك اكتيفيتي، اللي هي الاندو توكسيك اكتيفيتي هي اللي بتسبب في ظهور الاندو توكسيك مانيفستيشن عندي على البيشنت اللي بيجي لهم انفكشن بجرام نيجاتيف بكتيريا. زي ايه الاندو توكسيك مانيفستيشن؟ زي فيفر، زي ان البيشنت ده يحصل له سويتنج، يحصل له هايبوتنشن. تمام، دي السيمتومز اللي بتظهر على العيان. بيعمل ايه كمان في الجهاز المناعي؟ يسيت السايتس ان انتي بودي response which may be protective، ان هو بيستيميليت الاميون سيستم عشان يكون له انتي بودي. تمام، يبقى دي اول نقطه في الفيرولنس فاكتور. في نقطه كمان بقى مهمه جدا، ان البروسيليا كان سيرفايف اند مالتيبلاي within the host cell phagocyte facultative intracellular parasite so immunity is mainly cell mediated. يعني عندي البروسيليا جوه جسم العيان لما بتدخل جسمي هتقدر تعيش بره الخلايا، لكن كمان لما بتدخل جوه جسمي تقدر تملتبلاي جوه الفاجوسايت وتريزيست الفاجوسايتوسيس. عشان كده انا بسمي البروسيليا ده فاكالتيف انترسيلر بارازايت. كان في اورجانيزمات اوبليجيت انترسيلر بارازايت، يعني ما تقدرش تعيش الا جوه الخليه، لكن عندي هنا البروسيليا بتتميز انها تعيش جوه الليفنج سيل وتقدر تعيش بره الليفنج سيل، عشان كده بقول عليها فاكالتيف انترسيلر بارازايت. تمام يا شباب، بيبقى ده تاني نقطة في البرجلانت فاكتور بتاعتها. أول حاجة في الاستراكشر بتاعها اللي هي عندها اللايبوبوليساكرايد، تاني نقطة إنها عندها القدرة إنها تسرفايف وذين فاجوسايت فاكالتيف انتراسيلولار بارازايت. هنتكلم بقى يا شباب على الديزيز اللي كوزد باي بوسيلا اللي هو اسمه بوسيلوزيس أند الوانت فيفر أو المالطا فيفر، حمى المالطا أو حمى القلاعية لو أنتوا سمعتوا الاسم ده قبل كده، لأن هو ديزيز مينلي أوف أنيمال وبتنقل للهيومن. تمام يا شباب، اول حاجه بقى هنتكلم فيها واحنا بنتكلم على الانفكشن، سورس اوف انفكشن، ايه اللي بيعمل لي العدوى في الانيمال؟ ميلك اوف ذا انفكتد انيمال، يوتراين ديسشارج اوف ذا انفكتد انيمال.
ده مصدر العدوى في الانيمال. احنا عرفنا ان هو ديزيز ميليو في انيمال، طب ايه اللي ممكن يأذيني من الانيمال؟ الملك بتاع الانفكتد انيمال او اليوتراين ديسشارج اوف ذا انفكتد انيمال. تمام، طيب بتنقل ازاي الانفكشن؟ ممكن تنقل للهيومن ازاي؟ اول حاجه عندي احنا قلنا ان هو في الملك يبقى انجيشن اوف ذا انفكتد ميلك او ميلك برودكت فروم ذا انفكتد انيمال، او ان كومينج ان كونتاكت وذ سكين اوف ديد انيمال اوف ذير ديسشارج. يعني لو عندي انيمال حصل له ضاي من البروسيلا، وان اي حد بيتعامل مع الانيمال ده وحصل انهاليشن ليه اللي هو المايكرو اورجانيزم في ديد انيمال تيشو او ذير ديسشارج. تمام يا شباب. طيب مين اكتر ناس عرضه ان هم يحصل لهم الانفكشن؟ بيبول ات ريسك، بوتشر الجزارين، فارمرز اند هايد بوردر اللي بيشيلوا الحاجات من المزارع بتاع اللي هي الفارمز، الناس العمال اللي بيشتغلوا في الفارمز اللي هم هايد بوردر. تمام يا شباب، هم دول الاكثر عرضه للانفكشن. طيب الباثولوجي بعد ما بيدخل عندي المايكرو اورجانيزم بيحصل له ايه؟ المايكرو اورجانيزم ممكن يدخل من ثلاث اماكن زي ما احنا شايفين عندنا في الرسمه كده. اول حاجه اباريجن سكين، لو البيشنت عنده تروما في السكين بتاعه ممكن يدخل منها. ميوكوس ممبرين من الجي اي تي في الانفكشن، سوري ميوكوزا اوف ذا جي اي تي لو بالانجيشن بتاع الملك او الملك برودكت، او الانهاليشن لو اللي هو العمال اللي بيشيله او الفارمرز اللي شغالين مع الانيمال وحصل ان الديد انيمال عمل كونتامينيشن للسويل وحصل انهاليشن للدست اللي كونتيننج المايكرو اورجانيزم. تمام يا شباب، يبقى دي الطرق الثلاثه اللي ممكن يدخل بيها المايكرو اورجانيزم عندي جوه البيشنت. تمام. طيب بعد ما بيدخل جوه البيشنت بيحصل ايه؟ الديزيز بيمر عندي بتو ستيج. اول حاجه عندي الاكيوت بكتيريميك ستيج، اول ما بيدخل المايكرو اورجانيزم عندي سواء من اللانج او من الجي اي تي او من السكين ابريجن بيوصل عندي للبلاد ويعمل لي حاجه اسمها اكيوت بكتيريميك ستيج، يبقى بكتيريميا البكتيريا جوه البلاد. وبعد كده البيشنت بيدخل في مرحله كرونيك، ممكن يوصل كرونيك يعني بيظهر عليه اي مانيفستيشن او اي فيفر، الاورجانيزم يبدا يختفي. احنا قلنا ان هو فاكلتيف انتراسيلر بارازايت، يبدا يختفي جوه خلايا جسمي. مرحله كرونيك ممكن تستمر ليرز من غير اي اعراض على العين. تمام يا ليه؟ لان زي ما احنا قلنا ان الاورجانيزم زي ما انا لسه قايله لكم حالا كان سرفايف انتراسيلولارلي في الفاجوسايت، عشان كده ممكن البيشنت بيدخل في كرونيك ستيج لفتره طويله لان المايكرو اورجانيزم بيختفي جوه الفاجوسايت و بيهرب من الجهاز المناعي وبيعيش مع البيشنت فتره طويله اب تو. طيب بعد ما دخل عندي في الفاجوسايت يبدا يروح فين؟ لديفرنت اورجانز في البودي involve mini tissue، يعني هو بيبدا يعيش جوه الاولوفلاج ميكروفاج وبعد كده يبدا يتنقل عندي في خلايا جسمي المختلفه. اهم سيستم بيضربه الريتيكلو اندوثيليال سيستم اللي هو الجهاز الليمفاوي، فين؟ في الليمف نود، ليفر، سبلين، بون مارو. تمام، دي الاورجان اللي بيعيش فيها البروسيل. طيب بيبدا جهاز المناعه ريسبونس ازاي؟ سيل ميديتد ريسبونس اوف ذا هوست ريزلت ان جرانيولوما اند ابسس فورميشن ان ديفرنت اورجان، يبدا يتكون عندي سيل ميديتد اميون ريسبونس في الاورجانز المختلفه عندي، تبدا تكون لي جرانيولوما اللي هي ليمف نود فايبرس تيشو اراوند المايكرو اورجانيزم لانها بتحاول تقتله، بتبدا الخلايا تموت تبدا تكون فايبرس تيشو جرانيولوما حواليه المايكرو اورجانيزم عشان يحمي نفسه او ابسس فورميشن ان ديفرنت اورجان. تمام يا شباب، يبقى دي رحله المايكرو اورجانيزم عندي، بيدخل عندي يا اما من جي اي تي يا اما من السكين انهاليشن يا اما من الووند، سوري من الانهاليشن او من السكين من الووند. بعد كده يبدا يدخل البلاط يعمل لي اكيوت بكتيريميا، وبعدين بعد الاكيوت بكتيريميا يدخل بيشنت في الكرونيك ستيج. بما ان المايكرو اورجانيزم بيعيش في الاوفلاج ميكروفاج تبدا الميكروفاج تنقله لخلايا جسمي مختلفه، يبدا جسمي يحاول يهاجم المايكرو اورجانيزم وهو في الخلايا دي فيتكون جرانيولوما وابسس. يعني دي الحكايه البسيطه بتاع الباثوجينيسيس بتاعه المايكرو اورجانيزم ده لما يدخل جوه جسم العين. تمام، طيب ايه هي بقى الاعراض اللي بتظهر عندي على البيشنت كلينيكال بيكتشر؟ اول حاجه في سيستماتيك مانيفيستاشن، وفي سيستماتيك مانيفيستاشن اول حاجه هنشوفها على البيشنت انكيوبيشن بيريد از 1 تو 6 ويكس، يعني بتبدا الاعراض تظهر على البيشنت من 1 الى 6 ويكس. انكلود ايه؟ انترميتنت فيفر، فيفر متقطعه، باوس اوف فيفر ذات ريمين فور 3 الى 4 ويكس الترنيتنج ويز ا فيبرايل بيريد اوف سيميلر ديوريشن. تمام، بتظهر البيشنت عندي فيفر بتستمر لمده 3 الى 4 ويكس، وبعد كده
في برايل بيرد لها في نفس الوقت، وبيظهر على البيشنت ايه ماليز ويكنس سويتنج هيدك جوينت وماسل بين اللارجت لينف نود وليفر والسبلين فاوند. اهم نقطه بس اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول اللي هي الفيفر. كل السيمتومز التانية دي سيمتومز جنرال سيمتومز بتاعت انفلاميشن، اهم نقطة الفيفر اللي هي انترميدنت فيفر لمدة 3 ل 4 ويكس والتيرنيتنج افيبريل بيرد، وبيرد مفيش اي حرارة بتظهر على العين. يبقى دي سيستماتيك مانيفستيشن للبيشنت. طب ايه هي الكومبليكيشن اللي ممكن تظهر على البيشنت؟ ممكن يحصل له اوستيومايلايتس انفلاميشن للبون مننجيتس او كيستايتس. بورسيلا ميليتينياس انفكشن از اكيوت اند سيفير، لو حصل انفكشن بالبورسيلا ميليتينياس في اليومن بيبقى الانفكشن سيفير واكيوت. هوفر بورسيلا سيوس كوز كرونيك انفكشن. زي ما احنا شايفين يا شباب كده عندنا ده السكيما اللي بنمشي عليها في تشخيص اي بكتيريا بكتيريال مايكرو اورجانيزم. تمام، ده البكتيريولوجيكال دايجنوستس. اول نقطه بتكلم عليها السبيسمن كولكشن، هاخد العينه بتاعتي منين. بعد كده سمير بريباريشن، ان انا بصبغ العين صبغ العين. ثالث حاجة عندي الكالتيفيشن، بزرع العينة الميديا اللي انا بزرع عليها العين. تمام، بعد كده بشوف المورفولوجي شكل الكولوني على الكالشر. الفيلم بريباريشن بصبغ المايكرو اورجانيزم عندي دايركت من الكالشر. واخر حاجة عندي البيوكيميكال رياكشن. تمام يا شباب، نبدأ بقى كل نقطة هنتكلم عليها. اول حاجه السبيسمن عندي في حاله البوسيلا العينه باخدها منين؟ اول حاجه عندي ممكن تبقى بلاد، احنا قلنا المايكرو اورجانيزم بينزل بلاد وبيعمل اكيوت بكتيريا. بون مارو ممكن يوصل للبون مارو والليمف نود، ممكن يا بون مارو يا ليمف نود بايوبسي فور كالش. ممكن استخدم العينات الثلاثه دول في تشخيص بتاع حاله البوسيلا. او السيرم، السيرم لما اجي ادور عليه بدور عليه بدور فيه على الانتي بودي، ما بدورش على المايكرو اورجانيزم نفسه. يبقى السيرم بستخدمه عشان السيرولوجيكال دايجنوستس. يبقى دي اول نقطه، العينه اللي انا هشتغل عليها هجيبها منين. نسمير بقى يا شباب هنراجع زي ما احنا قلنا شكل المايكرو اورجانيزم الشيب بتاعه كان ايه، ركوبه في اللاي الارنجمنت نون سبيسيفيك ارنجمنت الستين جرام زي ما احنا شايفين جرام نيجاتيف. الموتيليتي نون موتايل نون كابسوليتد نون سبور فور. تمام يا شباب، يبقى زي ما احنا شايفين الكلام اللي احنا قلناه في الاول ده في السمير. الكالشر بقى يا شباب بزرعه على ايه؟ بلاد كالشر. تمام، احنا عارفين ان احنا خدنا العينه من البلاد في حاله البكتيريميا، فبزرع الاورجانيزم على بلاد كالشر. تمام يا شباب، كالشر اون برين هارت انفيوجن بروس. نوع البوتل اللي انا بستخدمها في البلاد كالشر اسمها كده برين هارت انفيوجن بوس. فاكرين اسامي الميديات اللي انا كنت بزرع عليها اللي كانت سوليد اللي انا اتكلمنا عليها في الشرح في الاول؟ هي نفسها بس انا بشيل السوليديفاينج ايجنت اللي هو الاجار، فبزرعها على حاجه اسمها عندي برين هارت انفيوجن بس بوس. تمام يا شباب، انكيوبيتد 35 37 درجه من 10% سي او 2. دي اول نقطه بتاعت الكالشر. في نقطه مهمه بقى عندنا اللي احنا حاطينها في البوكس تحت، blood culture shouldn't be discarded as negative before 4 weeks incubation. يعني احنا واحنا بنتكلم على البلاد كالشر واحنا بنشرحها قلنا ان احنا البلاد كالشر ان انا ببدا اتابعها لمده 14 يوم. هنا عندي في حاله البروسيلا لا، بفضل اتابع الكالشر اللي انا زرعت عليها لمده 4 اسابيع، شهر مش اسبوعين بس لا 4 اسابيع. ما اقدرش ارمي البوتل دي لو ما طلعش فيها جروث واقول عليها نيجاتيف قبل 4 اسابيع. تمام، يبقى افضل اتابعها 4 اسابيع. دي نقطة مهمة جدا عندي في حالة طيب بعد كده البلاد كالشر زرعنا عليه وبعد بدأ يحصل تربيديتي عندي وعايزة اعمل سب كالشر، بعمل سب كالشر على ايه؟ فاكرين الميديات اللي احنا قلنا عليها في الاول اللي هي بوسيلا اجار، تشوكليت اجار، برين هارت انفيوجن اجار، تريبتيكو سويا اجار، دول اللي انا بعمل عليهم البلاد كالشر. طيب ادي شكل الكولوني على الميديات المختلفه اللي احنا قلنا عليها، بيبقى شكلها ايه زي ما احنا شايفين، سمول كولوني كونفكس كونفكس ترانسلوسنت كولوني. يبقى الكولوني ليها شكل مميز، سمول كونفكس اند ترانسلوسنت كولوني. تمام يا شباب، تمام يا شباب، يبقى احنا عندنا الكولوني بيبقى ليها شكل مميز زي ما احنا قلنا على سمول كونفكس وترانسلوسنت. Identify biochemically ان انا بتعرف عليها بالبايوكيميكال رياكشن. فاكرين البايوكيميكال رياكشن اللي احنا قلناها في الاول كاتاليز بوزيتيف
يوريز بوزيتيف وكانت اوكسيديز بوزيتيف، الكلام اللي احنا شرحناه في الاول واحنا بنشرح المايكرو اورجانيزم. تمام يا شباب. بعد كده السيرولوجيكال دايجنوزيس بقى، ودي اهم نقطه عندي في تشخيص البروسيلا، ازاي اشخصها سيرولوجيكال. تمام، بشخصها ازاي سيرولوجيكال؟ سيرولوجيكال يعني انا بدور على الانتي بودي. في انواع تيستات كتير هنتكلم عليها دلوقتي، زي ما احنا شايفين في السكيما عندنا دي انواع السيرولوجيكال دايجنوزيس اللي انا كنت بشخص بيها البروسيلا. اول حاجه، حاجه عندي اسمها ستاندرد تيوب اجلوتينيشن تيست، رابيد سلايد اجلوتينيشن تيست، كومب انتي جلوبلين ميثود، وفي اذرز هنتكلم عليهم، مجموعه تيستات هنتكلم عليهم في الاخر. نتكلم على كل تيست بالتفصيل. اول حاجه عندي ستاندرد تيوب اجلوتينيشن تيست detection of antibody in the serum of the patient. احنا قلنا serological diagnosis يعني انا بدور على antibody. standard tube agglutination test ده فاكرين زي التيست بتاع ايفيدن لو انتوا فاكرين، واحنا بنشرح في السالمونيلا والفيدال اللي هو بتاع التايفويد في السالمونيلا، كنا شرحنا الستاندرد اللي هي tube agglutination test. هنا عندنا في حالة البوكسيلا هي نفس الفكرة، بس هنا بسميه standard tube agglutination test. أول نقطة serial dilution of the patient serum to avoid boson phenomena known to occur frequently with sera of borsellosis. يعني أول نقطة هنتكلم على البوزون فينومينا دلوقتي بالتفاصيل، بس أول نقطة نعرفها إن أنا بعمل dilution، باخد السيرم بتاع العين وأبدأ أخففه بتركيزات كبيرة جدا من 1/20 لغاية 1/5120، ببدأ أخفف السيرم بتاع العيان في أنابيب كبيرة، وهنتكلم على إيه هي البوزون فينومينا دلوقتي. تمام، وابدا اضيف للسيرم بتاع العيان ده اللي هو البروسيلا انتيجين، البروتين بتاع البروسيلا اللي انا محضره، عشان اشوف السيرم بتاع العيان فيه انتي بودي ولا لا. ان ابسنت اوف اكيوت في السيرم تتري، يعني لو البيشنت مش في حال الاكيوت، مش جاي عندي بالاكيوت ستيج، تتري من 1/160 اور مور از دايجنوستيك ان كونفاليسنت سيرم از دايجنوستيك كونفاليسنت سيرم، يعني بيشنت بدا يتحسن. يعني لو البيشنت جايلي في الأكوت ستيج وبدأ يتحسن، تتر من 1/160 أنا بعتبره دايجنوستيك. تمام، يعني التتر من 1/160 بعتبره دايجنوستيك. تمام، interpretation should be done in light of endemicity of the disease and the occupation of the patient. لازم أبقى وأنا بشخص العيان عارفة هو بيشتغل إيه، إن الفارمر ممكن يكونوا أكثر عقدة إن حصل لهم سب كلينيكال انفكشن أو الفيترينيان، لأن هما شغالين مع الأنيمال. تمام، فلازم وأنا بشخص العيان اعرف هو بيشتغل ايه، بيتعامل مع ايه. تمام يا شباب، يبقى هو ده ستاندرد تيوب اجلوتينيشن تيست، بخفف السيرم بتاع العيان وبعدين اضيف له البروسيلا انتيجين واشوف عندي اعلى تخفيف عامل اجلوتينيشن، يبقى هو ده التتري بتاعي، ده اعتبر بوزيتيف من 1/160 بوزيتيف. تمام يا شباب، بعتبر العيان ده بوزيتيف. اقل من كده ممكن يكون ايه سب كلينيكال انفكشن، مش اكيوت انفكشن حصل له دلوقتي. ده زي ما احنا شايفين الكلام اللي انا قلت لكم عليه، ادي سيريال دايليوشن، بخفف السيرم بتاع العيان زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده ابدا اضيف الانتي بودي. عندي زي ما احنا شايفين هنا البوزيتيف ده هاي في دايليوشن ووتش شو اجلوتينيشن، هو ده اللي انا بعتبره بوزيتيف. بعد كده نيجاتيف زي هنا بالظبط في الرسمه الثانيه دي. تمام، ايه هي بقى البوزون فينومينا دي او البوزون زون؟ البوزون فينومينا دي ان المفروض الانتيجين والانتي بودي يبقوا ات ايكوال كونسنتريشن. لو عندي الانتي بودي كميته اكبر، يعني السيرم بتاع العين فيه كميه كبيره من الانتي بودي، وانا بحط الانتيجين، وانا بقى عشان اعمل اجلوتيشن حطيت كميه قليله من الانتيجين، هلاقي الانتي بودي زي ما احنا شايفين في الرسمه ان الانتي بودي احاطت الانتيجين زي ما احنا شايفين كده عدد كبير، لان عددهم كبير، فبداوا يمسكوا في الانتيجين وما بانش عندي اجلوتينيشن ان انا اشوفه بعيني، فيديني عندي فولس سينس اوف نيجاتيفيتي، وهي الحاله بوزيتيف اصلا لان كميه الانتي بودي كتير جدا فحوطت الانتيجين زي ما احنا شايفين كده، فانا مش شايفه بعيني اي اجلوتينيشن. تمام، عندي بوست زون فينومينا. البوست زون فينومينا ان عندي كميه الانتي بودي في جسم العيان قليله جدا، وانا حطيت انتيجين كتير فبرضه ما عرفتش تحوطها وتعمل لها اجلوتينيشن، فما بشوفش اجلوتينيشن بعيني، ده البوست زون فينومينا. الزون اوف ايكوفالنس بقى اللي احنا شايفينه في النص ده، ان نسبه الانتي بودي ونسبه الانتيجين بيبقى في بينهم بالانس، في بينهم تعادل، فلاقي ان الانتيجين بيحوط الانتي بودي زي ما احنا شايفين عندنا في الجزء اللي في النص، فابدا اشوفهم بدا يحوطوا، ابدا اشوف الاجلوتينيشن بعيني.
تمام يا شباب، يبقى دي كلمة بوزون فينومينا. بوزون فينومينا اللي هي ان الانتي بودي في السيرم بتاع العيان اكسس، كميته اكبر من كمية الانتيجين اللي انا ضفته عشان اشوف الاجريتينيشن، فما بشوفش الاجريتينيشن بعيد، فده بيديني فولس سينس اوف نيجاتيفيتي مع ان الحالة تبقى بوزيتيف. تمام، يبقى دي كلمة بوزون فينومينا. طيب تاني تيست اسمه رابد سلايد اجلوتينيشن تيست، هو برضو اجلوتينيشن تيست بس بيتعمل على السلايدز مش في تيوب. تمام، ببقى انا مستخدمه انتيجين، بيبقى انتيجين ده مصبوغ عليه صبغه معينه عشان اقدر اشوفها بعيد. With buffer the stained antigen is widely used for screening farm animal، هو بيستخدم mainly للحيوانات بتاع المزرعه عشان يعملوا مسحه لعدد كبير من الحيوانات، لان هو رابيد تيست بيتعمل على سلايد. بيبقى عندي انتيجين برضه، بس الانتيجين ببقى انا ضايفه عليه صبغه معينه عشان اقدر اشوف الاجلوتينيشن بعيد. This test give good result in human brucellosis، وبيقدر يعمل لي good result في حالة الانفكشن بتاعي. تالت تيست بقى تيست اسمه عندي comb antiglobulin method، فكرته ايه التيست ده؟ التيست ده بيديتكت incomplete antibody اسمه IgA، تمام؟ non agglutinating antibody. واحنا بندور في الاختبارين اللي فاتوا كان فكرة التيستات ايه؟ ان انا بدور على اجسام مضادة بتعمل لي agglutination للانتيجين. عندي هنا في التيست ده، التيست ده الانتي بودي اللي انا بدور عليها اللي اسمها الاي جي اي دي نون اجلوتينيتنج، ما عندهاش القدره انها تعمل اجلوتينيشن للانتيجين. تمام، بيسموها انكمبليت انتي بودي، بتحوط البروتين بس لكن ما تقدرش تعمل له كومبليت اجلوتينيشن. فبستخدم للنوع ده من انواع الانتي بودي اللي هي الاي جي اي، بستخدم لها تيست اسمه كومبس انتي جلوبولين ميثود، وهنتكلم عليه دلوقتي بالتفصيل. ديتكت نون اجلوتينيتنج اي جي اي اللي هي بلوكينج انتي بودي that appear during the subacute stage of the infection، بتبان في الأول في subacute stage of the infection. تمام، بتعمل ايه بقى؟ أنا عندي زي ما احنا شايفين في الرسمة كده، ادي ال RBCs بتحوطها ال antibody دي، وبعد كده أنا أرجع أضيف عليها اللي هي ال combis anti antibody anti globulin، يعني globulin ده اللي هو ال antibody يعني anti antibody، بضيفه عليها يعمل لي agglutination لل antibody اللي مسكت فيه الار بي سيز، بس ما قدرتش تعمل لها كومبليت اجلوتينيشن، وابدا اشوف انا الاجلوتينيشن بعيني كده. تمام، يبقى هي فكره التيست ده ان انا بدور على الانتي بودي اللي هي ما بتقدرش تعمل لي اجلوتينيشن لي، اللي هي ما بتقدرش تعمل لي اجلوتينيشن لي الانتي بودي بنفسها، فبضيف لها انتي انتي بودي اللي هو انتي جلوبلي اللي هو بيعمل لها اجلوتينيشن عشان اقدر اشوف الاجلوتينيشن بعيد. والتيست ده بيديتكت الاي جي. تمام يا شباب، ايه اذر ميثود بقى فور دايجنوزيس؟ اول حاجه عندي ELISA، ELISA فور ديتكشن اوف اي جي جي اي جي ام واي جي اي هاز ريبليسد كومبتيست. دلوقتي الELISA بدور بيها على اي نوع من انواع الانتي بودي مستقل لوحده. تمام، البي سي ار ده بدور على نيوكليك اسيد دايركت ديتكشن اوف ذا اورجانيزم ان ذا كلينيكال سبيسيمين، بدور بيها على النيوكليك اسيد بتاع المايكرو اورجانيزم دايركت في السبيسمن. تالت حاجه عندي البوسيلين تيست، ده ديليت هايبر سنسيتيفيتي سكين تيست سيميلر تو تيوبوكلين، ده اختبار برضو انا بستخدمه عشان اشخص بيه، زي فاكرين التيوبوكلين تيست اللي كنت بعمله في التيوبوكلوزس، ان انا اشوف السيل ميديتد اميونيتي او التي سيل ميديتد اميونيتي اجينست البوسيلين انتج اللي هو البروتين بتاع البوسيل. تمام، هل البيشنت، هل جسم العيان اتعرف عليه قبل كده او قابل الانفكشن ده قبل كده ولا لا؟ طيب بعالج ازاي العيان ده؟ احنا عارفين ان الاورجانيزم ده فاكالتيف انتراسيلر باراسايت، يعني بيعيش جوه الخلايا، بيعمل لي مشكله كبيره جدا. due to chronicity and intracellular survival of the organism، عشان هو كرونيك وبيعيش جوه الخلايا، استخدم له علاج كومبايند برولونج ثيرابي 3 ل 6 ويز. ويز ايه بقى؟ انواع معينه من انواع الانتي بودي اللي هي تتراسايكلين، ستريبتومايسين، ريفامبيسين، جنتامايسين از ريكومندد. تمام، امنعه ازاي بقى؟ ازاي بعمل له بروفلاكسيس؟ الهيومن ما عندوش فاكسين، الفاكسين عندي للانيمال. ليف اتينيوتد فاكسين از يوزد فور كات، نو فاكسين از افيلابل فور هيومن. ذا موست امبورتنت ميجر از كنترول اوف ميلك سبلاي باي بيسترايزيشن ويتش كيل ذا اورجانيزم. لو انا عايز اعمل كنترول انفكشن للهيومن، ان انا بعمل بيسترايزيشن للميلك عشان امنع ان الانفكشن يتنقل للهيومن. تمام يا شباب، يبقى هو دي طريقه منع الديزيز. Thank you يا شباب، احنا كده خلصنا المحاضرة.